يا كل قطعة من دي ب150 جنيه، وطبعا في لودر بيجي يشيلهم وغير الجلد يا بيه. شايف الحاجات قد ايه؟ الشلاتيت الواحدة ب150 جنيه، ويا ريتها زي دي، وراس الخروف ب100 جنيه. كل دي حاجات ناس سابتها في العيد وانا واقف بنضف زي ما انتوا شايفين، حاجات انضفها لهم ويسيبوها ويمشوا بعد ما بتنضف. يعني المشلاتيت دي نضفت منها كتير قوي للناس، بعد ما نضفها يسيبوها ويمشوا. ايه اللي غاصبني بقى اقعد انضف يسيبوها ويمشوا؟ هتقولوا لي خدها يا ذوق، اقول لكم مفيش هنا تلاجة. الواحد اتقى ربنا في شغله ونضف الحاجة للناس، حاجة ما بتتنضف بتسيبها وتمشي. ايه اللي يتعبني ويخليني اقعد انضف واوجع في قلب انا؟ بقول لك يا ابو عزام، انت امبارح الحاجة اللي انت نضفتها الناس خدتها ولا عملت فيها ايه؟ في اللي خد وفي اللي ساب ده، وفي اللي رمناه للاسف. ايوه، في اللي اعطيناه برضه. يعني احنا كنا بننظف والناس ما بتقدرش تاخده، صح؟ كنا بننظف والله بمير. يعني احنا عملنا اللي علينا والله واكتر. والله واكتر. والله واكتر. والناس كانت بترمي وتسيبه وتمشي. طب احنا لو كنا خدناهم لنا كان ايه اللي هيحصل فيهم؟ هنستفاد بيهم على الاقل. هنستفاد بيهم ازاي يعني واحنا قاعدين يومين؟ يعني بقى لو كان حد طلع صح هيبوظ. هيبوظ. هو في كلام عن كده؟ مفيش ثلاجات. هيبوظ. مفيش ثلاجات. لا، معايا اخويا كريم هنا عمنا. ايه ده؟ ده انا ابني لسه بفتح ال كازل اختار اليد ده وكازلك في المايه. يا نهار ابيض. حبيبي يا كيمو، ازاي يا زوق؟ ماسك الراس والاربع كوارع كريم والبرتيتا بتاعته ديت. ايه رايك في الراس يا زوق؟ العيد بتاع اللي مش موجود في اي وقت. اخويا بتاع التجويف والشط. عمي وحبيب قلبي الغالي، في حاجه ثانيه يا عم رمضان؟ اللي بيقول لي ما خدتنيش السنه اللي فاتت. ماشي، احلى مسا عليك. وعليك عم. نزل حبيبي، هنطلع على اليوتيوب. اه يا عم، لو ما جبتش تليفون عليك هتقول لي ايه ده وما جابوش عليا ليه؟ لا في سنة من السنين خدت حتة كرشة كانت من عجل تخين، عملتها في البيت وكلتها أنا والعيال وكنا مرضيين والحياة سعيدة يا بني آدمين. ببص في الكومنتات بعد ما نزلت الفيديو لقيت شتايم السنين، أنت معفن، أنت جاي من الصين، أنت مش زي بقية البني آدمين، أنت واحد لعين، أنت وأنت وأنت، الله يسامحكم أجمعين. ولا عجبكم نستحمى ولا نشيل الطين.